هيدي البنت بتحبك بجنون، بتحبك لدرجة ما قدرت تمالك أعصابها وتضبط حالها حتى وهي بقسم الشرطة. ولو أنت عملت شوية مجهود كنت قدرت تروقها، بس بعتقد رحت لعندها وقفت قدامها مثل الصنم وقلت لها سوري أنا ما بقصد. أنا شو لازم قلها؟ مش لازم تقلها، لازم تحسسها الحب مش كلمة. هيدا طبعا إذا كنت بتحبها. كرمال هيك هديك المرة قلتي لي إني ما بحبها. إيه، لأنه الشاب اللي بحب البنت عن جد ما بيخلي حبيبته توصل لهيدي المرحلة. بس أنت مش قاعدة بقلبي. سوري يمكن عم نظر عليك شوي بس مش بإيدي، أنا دارسة بسيكولوجي. معناتها أنا اللي لازم خاف منك. ليش؟ عم الشي بخوف؟ يعني حسب شو بتقصدي بالشي اللي بخوف؟ عقولك ضابط بوليس كل شي بتعمله بخوف. مش كأنك تحسنتي زيادة عن اللزوم؟ ما بعرف، يمكن هيدي السجادة فيها طاقة إيجابية. ايه هيدي سجادة الوالي ناظم باشا. كنت عند هنات؟ ايه واشتريت هذه السجادة من عندها. توقعت صراحة لو ما كانت مجنونة كنت رح امدح لك اياها كثير وبالجاليرية تبعها. مجنونة؟ شو اللي جننها؟ ما بعرف. ما بتعرفي ولا ما بدك تحكي؟ شو؟ تحقيق؟ لا 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 خلص خلص ما تجاوبي. في اخدها؟ عن شو عم تحكي؟ كاربت حبيتها كتير. أكيد عسابك كرمي. سيدنا اللجنة خلصوا شغل. يعني عرفوا إذا الدم منه؟ لا هلا بياخذوا العينات، بكرة النتيجة بتطلع. نحن بعد عنا شي شغل هون؟ لا خلينا نمشي، بس خد مفتاح الفيلا من مدام سونيا وقال لها إنه بدنا نختمها بالشمع الأحمر. ماشي. في فل؟ أكيد فيك تفلي، بكرة بخبرك شو بصير معي. كتير منيح، مرسي على الكاربت. لا ولو لحظة، بس لحظة. لازم تفتحي شوي.